نور تتصدر بفيديو طريف من الشارع أقنعها صديقها لفعل ما لم تكن تجرؤ عليه، وزوجها يعلق. تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حديث المتابعين بعد نشرها لمجموعة فيديوهات تم تصويرها في أحد الشوارع أظهرت الجانب الحيوي من شخصيتها. وفي التفاصيل، نشرت سيرين عبد النور مجموعة فيديوهات طريفة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على إنستغرام أثناء ركوب السكوتر لأول مرة برفقة زوجها وأصدقائها وسط أجواء من الضحك. مش واقفة مظبوط عمرنا كمان. وعبرت سيرين عن سعادتها بالتجربة، فكتبت في تعليق على الفيديو الأول: لما صديقي بينسى التليفونات والشغل 3 دقايق وبيقنعني أنا الجباني بهالشي، بس بصراحة حلو. كما أضافت معلقة على وجود زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمي إلى جانبها في الفيديو الثاني، والذي يظهر صوته من خلف الكاميرا، فكتبت: وفريد ما بيقدر ما يعلق. وفي سياق منفصل، كانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور قد تصدرت بعد عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، لا سيما في المعايدات والمباركات والانتخابات النيابية. ليلى جنبك خليني حبيبي يا غالي معاك الليلة بينك. وكانت سيرين قد شاركت المتابعين عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة لها من أجواء اقتراعها في الانتخابات النيابية اللبنانية، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: صوتي واجب وطني. من جهة أخرى، هنأت سيرين كل من الفنان المغربي سعد المجرد والفنانة اللبنانية إليسا بنجاح الديو الغنائي من أول دقيقة الذي تم إصداره خلال الشهر الماضي. ونشرت سيرين على حسابها عبر تويتر صورة لإليسا وسعد المجرد، أرفقتها بتعليق قصدت فيه إليسا، فقالت: ولك دخل صوتك وإحساسك، ومن أول دقيقة الغنية بتفوت على القلب مثلك تماما. وفي تغريدة أخرى، توجهت سيرين لسعد المجرد بالقول: سعد، مش جديد عليك الهتات وذكائك باختيار الأفضل، مبروك نجاح الأغنية من أول دقيقة. حط النقطة حروف، شوف اللي بدك شوف. كما كانت سيرين قد عايدت الفنانة أصالة بعيد ميلادها، فكتبت في تغريدة عبر تويتر: أصولة، ينعاد عليك بالخير وبالحب الدائم لقلبك الحلو، وتضلك مضواية مسارح العالم العربي. لترد عليها أصالة بالقول: سيورتي الطيبة المحبة، ألف شكر على معايدتك الغالية، ويحفظ لك عائلتك ويحفظك وتشوفي كل الخير.